مسألة التنظيم كان تحذير لها قبل بمدة، وهذه معناتها في عاداتنا وفي خبرتنا وبصفتي زادة كباحث في العلوم الثقافية وخاصة في المهرجانات، في تنظيم المهرجانات، فإنه الأعداد المهرجانات يمر بأربع مراحل اللي هي مرحلة التخطيط والبرمجة ومرحلة الأعداد ثم الإنجاز ثم التقييم. احنا اليوم انتهينا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإنجاز. الحمد لله نشوفه في البسمة على كل الضيوف متاعنا، ربما التقييم من بعد في المرحلة الرابعة هو اللي شنوقف على السلبيات وممكن نسميوها النقائص أفضل، اللي هيش نبنيه بها المرحلة الرابعة ونكملوا بها البوكل ونبدأ في تحضير للدورة الثانية الدورة الثالثة. وهذيك هي كيفاش بدينا احنا التحضير للدورة الثانية بعد ما عملنا عملية تقييم للدورة الأولى اللي كنا زادة كيف أعضاء في لجنة التنظيم. كانت دورة تأسيسية والسنة حبيناها تكون دورة الانطلاق، الانطلاق من المدينة نحو العالمية، نحو العربية، على الوطن العربي، على تونس كاملة كيف من خلال البرمجة والتخطيط في مسألة التنظيم. هذا كان في قبل ثلاثة أشهر. بعدين مرينا لمرحلة الأعداد اللي هي كانت تحضير لها لكل الأعداد المادي واللوجستي على كل مراحل المهرجان اللي تنجم تكون يعني دعم لنجاح التظاهرة. كيف ما بقيناش واقفين على الجزئيات فقط، فمشينا حتى للجزئيات البسيطة وقفنا عليها من أجل تكون ناجحة وداعمة للتظاهرة. إن شاء الله يكونوا معناتها جمهورنا فرحان باللي قدمناه، فرحان زادة كيف بمستوى التنظيم، فرحان بمستوى المادة، وإن شاء الله نوعدهم في مرحلة قادمة في الدورة الثالثة أن تكون مرحلة العالمية، يعني الانطلاق من تونس وإن شاء الله في العالمية نكونوا أيضا زادة في دول أخرى، واللي هو مش غريب على المركز الوطني في العرايس أنه يشارك في المهرجانات العالمية وحصد عديد الجوائز، وهذا بفضل معناته مجهودات الفريق التقني والفريق اللوجستي وكيف فريق اللي يحب نشكره برشا اللي هو فريق الورشة الخاصة بمركز الوطني في العرايس، فردا اللي ساهموا وسهروا على تحضير كل الديكورات والملابس وكيف ساهموا في إنجاح كل الفقرات بما فيها أروى القيروانية للمبدع محمد النوير، وإن شاء الله نوعدوهم في مفاجآت أخرى في الدورة الجاية كيف مفاجآت تكون على مستوى نقرب به للعالمية، ولما لا نكون معناتها في مستوى الحدث.